تأخرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في أمانه وضمانته، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا، والله أكبر عشرا، ثم دعا إلا قال الله أجبت أجبت. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فيقال قبل النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فتلك الأذكار وغيرها من أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النوم تحفظ العبد بكرم الله وحفظه من أذى شياطين الجن والإنس.